الشارع، ولكن بعيد بعض يعني بعض الامتار من مكان تواجدنا في هذه اللحظه. تواصل الفرق الاسعافيه محمد يعني بعدسه القضاء في المنطقه، لا تزال اعمده الدخان يعني تخرج من المكان، وهذا يدل على ان الحرائق لا تزال مشتعله في بعض جوانب المجمع السكن. عمل الفرق الاسعافيه او الفرق الاطفائيه على تبريد المكان واطفاء الحرائق تمهيدا لدخول الفرق الإسعافية لإغاثة ما إذا كان هنالك مواطنين عالقين تحت الأنقاض، ونأمل أن لا يكون هنالك مواطنون يعني قد تعرضوا إلى أي ضرر نتيجة هذا الأذى، ولكن بطبيعة الحال هنالك عدد من الإصابات التي شاهدناها. والآن تواصل الفرق الإسعافية محمد الانتشار في المحلة. محمد بدي أشير بس لشغلي وحدي العلاقة بموضوع الإشعاعات والبث الإشعاعات الذي يتردد. ذكرت في الرسالة السابقة بأن تصل إلى هواتف اللبنانيين بطبيعة الحال العديد من الرسائل بأن كما جرى في الاستهدافات السابقة وكما جرت العادة في الاستهدافات السابقة الحديث عن عدد من المسؤولين إما في قيادة المقاومة وإما في فصائل المقاومة الأخرى يتحدثون عن أسماء معينة، وأيضا يساهم الإعلام الإسرائيلي في هذا الموضوع بطبيعة الحال، هو من يصدر هذه الإشعاعات وعليه تجدر الإشارة بأن لا يتم التعامل يعني من الاستهداف. نأمل جات هذه الغارة الكبيرة جدا والضخمة التي بالقذائف الضخمة التي استهدفت الضاحية. إذا نحن مع هذه المشاهد، إذا عدوان صهيوني غادر من جديد يستهدف الضاحية الجنوبية بغارات متتالية كانت مأهولة سكان. لا أستطيع الجزم بهذا الموضوع كوني أعاين بعدني يعني بعد معاينة الأولية بعد الأمور بعد مش واضحة كثير، بس ولكن الأكيد هنالك من الأبنية السكنية، وأؤكد لك أن المباني هدم، رائق مشتعلة في كل الجوانب الشارع، حتى أن الطريق استهدف، الطريق المؤدي الرابط في هذا الشارع استهدف فيه بغارة أيضا بصاروخ يعني في الطريق، وهنالك حفر كبيرة عليه في المكان توضح حجم الاستهداف ونوعية الاستهداف. يعني ذكرت أنه عدد الصواريخ علي 20 صاروخ، يعني أنه يعني هو الصوت تردد المشهد، يعني الكاميرا لم تعكس كافة المشهد، ولكن نستطيع لربما بشكل سريع جاز ما حصل منذ قرابة ساعة ساعة من الآن. عدد كبير من الصواريخ استهدفت هذا المكان عبر القنوات المعادية الصباحية، أربع مباني سكنية، يعني هذا المكان كان يوجد أربع مباني سكنية سويت بالكامل. בהמשך לרצף התקיפות האוויריות של צה"ל, לפגיעה ביכולותיו ומפקדיו של חיזבאללה בלבנון, צה"ל תקף לפני זמן קצר את המפקדה המרכזית של ארגון הטרור חיזבאללה מתחת לבנייני מגורים בלב הדחיה שבביירות. אנחנו נעדכן לכשנדע בתוצאות התקיפה. לא תזל الفرق الاسعافيه في هذه الاثناء تواصل البحث في منطقه الاستهداف الاولى التي استهدفت فيها منطقة حارة إحريك. نتحدث عن المجمع السكني في هذه المنطقة القريب جدا من المهنية العاملية من اتجاه منطقة طريق المطار، والتي تبعد أمتار عن منطقة الاستهداف الثاني التي في ذات الشارع، ولكن بعيد بعض يعني بعض الأمتار من مكان تواجدنا في هذه اللحظة. تواصل الفرق الإسعافية والوصول إلى مكان الغارة التي استهدفت هذا المجمع السكني. نشاهد أيضا محمد يعني بعدسة القضاء في المنطقة، لا تزال أعمدة الدخان
يعني تخرج من المكان، وهذا يدل على أن الحرائق لا تزال مشتعلة في بعض جوانب المجمع السكني. عمل الفرق الإطفائية أو الفرق الإطفائية على تبريد المكان وأطفاء الحرائق تمهيدا لدخول الفرق الإسعافية لإغاثة ما إذا كان هنالك مواطنين عالقين تحت الأنقاض، ونأمل أن لا يكون هنالك مواطنون يعني قد تعرضوا إلى أي ضرر نتيجة هذا الأذى، ولكن بطبيعة الحال هنالك عدد من الإصابات التي شاهدناها، والآن تواصل الفرق الإسعافية محمد الانتشار في المحلة. محمد بدي أشير بس لشغلي وحدي العلاقة بموضوع الإشعاعات والبث الإشعاعات الذي يتردد. ذكرت في الرسالة السابقة بأن تصل إلى هواتف اللبنانيين بطبيعة الحال العديد من الرسائل بأن كما جرت الاستهدافات السابقة وكما جرت العادة في الاستهدافات السابقة الحديث عن عدد من المسؤولين إما في قيادة المقاومة وإما في فصائل المقاومة الأخرى يتحدثون عن أسماء معينة، وأيضا يساهم الإعلام الإسرائيلي في هذا الموضوع بطبيعة الحال، هو من يصدر هذه الإشاعات وعليه تجدر الإشارة بأن لا يتم التعامل يعني من الاستهداف. نأمل هذه الغارة الكبيرة جدا والضخمة التي بالقذائف الضخمة التي استهدفت الضاحية. إذا نحن مع هذه المشاهد، إذا عدوان صهيوني غادر من جديد يستهدف الضاحية الجنوبية بغارات متتالية. كانت مأهولة سكان، لا أستطيع الجزم بهذا الموضوع كوني أعاين بعدني يعني بعد معاينة الأولية بعد الأمور بعد مش واضحة كثير، بس ولكن الأكيد هنالك من الأبنية السكنية ووفقا لشهود عيان الذين اكدوا لي بان هنالك 4 مباني سكنيه تم تهديمها. انا اؤكد لك ان المباني هدمت، حرائق مشتعله في كل الجوانب الشارع، حتى ان الطريق استهدف، الطريق المؤدي الرابط في هذا الشارع استهدف فيه بغاره ايضا بصاروخ يعني خط طريق، ولا هنالك حصار كبيره عليه في المكان توضح حجم الاستهداف ونوعية الاستهداف. يعني ذكرت انه عدد الصواريخ علي 20 صاروخ، يعني انه يعني هو الصوت تردد وصل منذ قرابة ساعة أو تلت ساعة من الآن، عدد كبير من الصواريخ استهدفت هذا المكان عبر القناة المعادلة الإسرائيلية. تصور 4 مباني سكنية، يعني بهذا المكان كان يوجد 4 مباني سكنية سويت بالكامل. بامشيخ لرצף התקיפות האוויריות של צה"ל לפגיעה ביכולותיו ומפקדיו של חיזבאללה בלבנון, צה"ל תקף לפני זמן קצר את המפקדה המרכזית של ארגון הטרור חיזבאללה, הממוקמת מתחת לבנייני מגורים בלב הדחיה שבביירות. אנחנו נעדכן לכשנדע בתוצאות התקיפה. בי המשוחדת ובעד הקמרה, לא תזל الفرق الاسعافيه في هذه الاثناء تواصل البحث في منطقه الاستهداف الاولى التي استهدفت فيها منطقه حاره احريك. نتحدث عن المجمع السكني في هذه المنطقه القريب جدا من المهنيه العامليه من اتجاه منطقة طريق المطار، والتي تبعد أمتار عن منطقة الاستهداف الثاني التي في ذات الشارع، ولكن بعيد بعض يعني بعض الأمتار في من مكان تواجدنا في هذه اللحظة. تواصل الفرق الإسعافية والوصول إلى مكان الغارة التي استهدفت هذا المجمع السكني. نشاهد أيضا محمد يعني بعدسة الكبيرة في المنطقة لا تزال أعمدة الدخان يعني تخرج من المكان، وهذا يدل على أن الحرائق لا تزال مشتعلة في بعض جوانب
المجمع السكاني السكن عمل الفرق الأثرية أو الفرق الإطفائية على تبريد المكان وأطفاء الحرق تمهيدا لدخول الفرق الإسعافية لإغاثة ما إذا كان هنالك مواطنين عالقين تحت الأنقاض، ونأمل أن لا يكون هنالك مواطنون يعني قد تعرضوا إلى أي ضرر نتيجة هذا.